بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. الله. وصلنا إلى قول الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: وليس على المحرم في قتل الغراب الأبقع، يعني لا يزال الكلام حول الجنايات، حول الجنايات التي ربما فعلها الحاج أو المعتمر. قال: وليس على المحرم في قتل الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف، بخلاف غراب الزرع الذي يأكل الحب. إذن الغراب الأبقع هذا ليس بصيد، لأنه يعتدي على الإنسان، فإذا ما اعتدى عليك فأنت تدفع عن نفسك أذاه فتقتله، فلا شيء عليك. قال: بخلاف غراب الزرع الذي يأكل الحب، والعقعق الذي يجمع بينهما، تارة يأكل حب الزرع وتارة يأكل الجيف. قال: لأن غراب الزرع والعقعق لا يبتدئان بالأذى. قال: والحدأة الطائر المعروف، وجمعها حدأة، كعنبة وعنب. صحاح. قال: والذئب، يعني وليس على المحرم شيء في قتل الذئب أو جزاء، والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء. طبعا مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن قتل هذه المذكورات لا يترتب عليه جزاء، لا في الحرم ولا في الإحرام، يعني سواء كنت حلالا أو كنت محرما، فقتلت واحدا من المذكورات لا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم. لذلك الشيخ قال: وليس على المحرم. لذلك كان الأولى عدم التقييد بالمحرم. إذا ما يعني شراح الهداية، أظن شراح القدوري وكذلك الشيخ المرغناني في الهداية، لم يقيدها بالمحرم ليبين لك، ليشير لك بأن هذا الحكم عام يشمل المحرم وغيره. طبعا هذا رفع الجزاء عن قتل المذكورات، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم. انظر نص الحديث، قال: في الحرم والإحرام. في الحرم ليشمل الحكم الحلال، والإحرام ليشمل المحرم داخل الحرم وخارج الحرم. خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. والكلب العقور. قال في الهداية: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما، يعني من الكلب العقور والكلب غير العقور. طبعا الكلب العقور هو الذي يبتدئ الآخرين بالأذى. هناك كلاب الشوارع الآن تمشي في الشارع، كلاب كثيرة ما شاء الله، اللهم لا تزد ولا تبارك. تمشي الكلب ينفر منك، ولكن ربما إن آذيته يؤذيك، فهذا مستأنس، يعني صار يقول: نحن أهل وأقارب ما في مشكلة، يعني
أمشي أمامك تمشي أمامي ما في مشكلة. أما الكلب العقور بمجرد ما رآك ينقض عليك، ينقض عليه. فقال في الهداية وعن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء، لأن المعتبر في ذلك الجنس، لأن المعتبر في ذلك الجنس، يعني المعتبر في سقوط الجزاء الحقيقة التي تسمى كلبا، تسمى كلبا، وليس المراد، وليس المراد بالكلب العقور فردا بعينه الذي هو الذي نراه فيما بيننا. لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دعا على أحد المشركين وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه أسد، فافترسه أسد. الآن أذكر اسم، ليس في ذهني الآن اسم ذلك المشرك، أحد المشركين أظن منع الماء عن الصحابة الكرام واعتدى عليهم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأراد بذلك الجنس الحقيقة التي يطلق عليه تسمى كلبا، فيندرج تحتها سائر السباع. قال وكذا الفأرة الأهلية والوحشية، يعني الفأرة الأهلية والوحشية. نحن لما كنا في سوريا في العيد لما كنا صغار كانوا يأتون هكذا، كانوا يعني يعبثون بعقولنا، كنا صغار، جرذ أبيض هل هكذا، يقولون هذا جرذ مصري، في عندكم في مصر هكذا أبيض لونه كبير، أيوة موجود يعني، أيوة. يقولون هذا الجردون هذا ذكي يعرف ما سيقع لك في المستقبل، هكذا كانوا يقولون. فكانوا يضعون أوراق يكتبون داخلها أشياء، فيأخذون منا مثلا كان قرشين أو ثلاث قروش، لما كان يعني الليرة السورية لها قيمة، لما كانت الليرة السورية كان ثلاث دولار كانت بليرة بليرة سورية، فكان يأخذ منا مثلا نصف فرنك قرشين ونص ويأتي بهذا الجرذ الأبيض ويمره على هذه الورقات ثم يلتقط ورقة فيعطيني إياها، فأجد بها ستصبح في قادم الأيام طبيبا ماهرا جرا، فأنا أفرح وأسر بذلك بهذا القرشين ونصف. فهذا جرذ مستأنس أو مستأنس، يعني لا ينفر. أما الأصل الجرذ العادي في الطريق إن رآك ينفر منك ويهرب منك. فقال الشيخ وكذا الفأرة الأهلية والوحشية كلاهما لا جزاء في قتلها، لا جزاء في قتلها، لأن المبيح لقتلها هو أنها فاسقة، بمعنى أنها تؤذي ولو بدون قصد. يعني انتبه، تمر الفأرة هكذا من أمامي مثلا شمعة، بعد أن تغادر الشمعة بذيلها تقلب الشمعة، بذيلها تقلب الإناء، بذيلها تؤذي، لابد وأن تؤذي، لا سميت هذه الأشياء بالفواسق. قال وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد، القراد هي حشرة صغيرة تعلق في البهائم، كما أن القمل يصيب بني آدم ويعلق برأسه، حشرة منتنة هي في الواقع هذه، كذلك قال ليس في قتلها. قال والفراش والذباب والوزغ، معروف الوزغ أبو بريس، نعم، ما اسم زوجته؟ أم بريس، اسم ولده بريس أفندي بريس سام أبرس، يعني الوزغ. وفي الشام يسمى أبو بريس، عندكم كذلك أبو بريس شيخ؟ أبو بريس. فلما مقرأ في كتاب البناية للشيخ العيني كذلك قال الوزغ هو أبو بريس قال
والذباب والوزغ والزنبور والخنافس والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض شيء من الجزاء؟ قال لأنها ليست بصيود. معنى قوله لأنها ليست بصيود يعني أنها هي ليست متوحشة عن الآدمي، كما قلت في الدرس السابق أظن، هي تطلب الآدمي، هي تقع عليه لتؤذيه، فهي ليست متوحشة تنفر منه. قال لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن. انتبه، قتل القمل سيأتي الآن أظن معنا حكم قتل القمل، لو إنسان أخذ قملة فقتلها عليه الجزاء، أما لو قتل بعوضة هذا البعوض لا يتولد من البدن حتى يكون قتلها من باب قضاء التفث والرفاهية وإزالة القذر، كذلك الذباب لا يتولد من البدن إلى غير ذلك. قال ولا متولدة من البدن. قال ومن قتل قملة أو قملتين، من قتل قملة أو اثنتين أو ثلاثا من ثوبه أو بدنه أو ألقاها، أخذ القملة هكذا ورماها، ما قتلها ولكن هي ستموت، هذه هي تتغذى على الدم على عليه، فقطع عنها مورد الغذاء، هذا حصار اسمه حصار اقتصادي، حاصرها. قال تصدق بما شاء ككف طعام، كف من طعام يعني بر، قمح، شعير، حتى في بعض الأقوال وأظن هذا منصوص عليه في كتاب الأصل الإمام محمد، كسرة خبز، كسرة خبز، المهم شيء قليل، قملة أو قملتين. قال لأنها متولدة من التفث الذي على بدن الإنسان، هي متولدة من القذر الموجود على بدن الإنسان. طبعا قد يكون الإنسان نظيفا ويصاب بالقمل عن طريق العدوى، عن طريق العدوى. وقيدنا بكونها من بدنه، ما قال أو ثلاثا من بدنه أو ثوبه، لأنه لو وجدها على الأرض فقتلها لم يكن عليه شيء. لما لم يكن عليه شيء؟ لأن في قتلها ليس في قتلها قضاء تفث، واضح؟ حتى لو قال المحرم لرجل حلال غير محرم ارفع عني هذا القمل الموجود عن ثوبي، أو خلع ثوبه وقام بنفضه هكذا، خلع ثوب الإحرام يعني وقام بنفضه هكذا ورماه، رمى القمل، كذلك صار عليه الجزاء. أو أخذ ثوبه هكذا وجعله في الشمس ليقتل، كذلك عليه الجزاء. العلة حصول الترفه له، التنعم له، حيث هو ممنوع الآن منه. نعم. كذلك لو أنه أشار لرجل إلى قملة، لرجل حلال، فقتل الحلال القملة عليه الجزاء لأنه أشار إليها، أشار إليها. نعم. كيف؟ قل إذا اقتلها هي الأرض لا شيء عليه. قلنا العلة لأن ليس فيها قضاء تفث. قلنا قضاء التفث، التفث هو القذر الوسخ، قضاء إزالته. فلما هو يزيل هذه القملة يعني يزيل الأذى الموجود على جسمه، وهذا منهي عنه. فلما كانت هي في الأرض وقتلها هو لم يقضي تفثا، لم يزيل هذا التفث. قلنا البعوضة مولانا، البعوضة هي غير متولدة منك، البعوضة تأتيك من خارج، أما القمل هذا القمل هو يتولد من القذر، من العرق، من الوسخ البدن ينشأ هذا، كما أن الدود يتولد من الإنسان عندما يموت. نعم. بدون علم منه لا شيء عليه يعني. كذلك كحكم الصيد، أمامي صيد، أنا مثلا أمامي صيد، أنا حلال محرم وهذا حلال، أنا أرى الصيد،
والحلال يرى الصيد فقتله. لو كان مثلا الحلال وضع عليك الطيبة، وضع انتبه الطيب حكمه غير هذا مولانا، هذا الطيب حكمه غير. لا الطيب، الطيب حكمه شيء آخر، وجب عليك أنت الجزاء وترجع بالقيب، ترجع على هذا الحلال، ترجع عليه لأنه هو الذي أوقعك بهذه المخالفة. لا 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 الحكم يختلف. نعم ما فيه، ارفع صوتك قليلا. قتل عليه الجزاء على القاتل، ولكن قتل هو ممنوع من القتل على الأرض، لم يحصل بها قضاء تفث، هو كان متسببا في حصول قضاء التفث للآخر. كما مر معنا، كما مر معنا لو أن محرما قص شعر محرم آخر قلنا بالكراهة يكره له ذلك، هو ما حصل له شيء، هو ممنوع، ننظر للأصل أنه ممنوع عن ذلك وفي الأصل. اليوم في ذباب كثير. قال ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، لما قال بما شاء يعني حتى ولو كان قليلا، لأن الجراد من صيد البر، من صيد البر. هنا قال من صيد البر، هناك من الفقهاء من قال هو من صيد البحر، ولكن المعتمد أنه من صيد البر. قال في البحر ولم أرى من فرق بين القليل والكثير، وينبغي أن يكون كالقمل، ينبغي أن يكون كالقمل. كيف كالقمل؟ يعني في الثلاث، في ثلاث قملات وما دونها يتصدق بما شاء. أكثر من ثلاث قملات يتصدق بنصف صاع. كذلك يقول الشيخ هنا ينبغي، هذا الكلام ما ذكرناه نحن، ما ذكره الشيخ، ما ذكره. المهم أحبابنا ثلاث قملات فما دون تتصدق بما شئت ولو بكف من طعام، أما أكثر من ثلاث قملات وجب عليك نصف صاع من طعام أو من بر أو صاع من شعير. قال الشيخ ابن نجيم في البحار قال ينبغي أن يكون الجراد حكمه كالقمل، ثلاث جرادات فما دون يتصدق ولو بكف طعام، أكثر يتصدق يجب أن يتصدق بنصف صاع. قال وتمرة خير من جرادة، كذا روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الله. قال يعني يحكى أن سيدنا عمر، ما هو الحديث؟ سبحان الله. فاتني الحديث فيها كلام سيدنا عمر. طيب قال ومن قتل، لا ليس تخريج، لا حادثة حصلت مع سيدنا عمر بشأن الجراد، لا أقصد تخريج الحديث. قال ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد، ما لا يؤكل لحمه من الصيد البري كالسباع من البهائم ونحوها من سباع الطير كالسقر والشاهين والحدأ، فعليه الجزاء، فعليه الجزاء.
طبعا إلا ما استثناه الشارع سبحانه وتعالى، إلا ما استثناه، وإلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يتجاوز بقيمتها شاة، يعني لا يتجاوز بقيمة السبع أو بقيمة ما لا يؤكل لحمه قيمة شاة. قيمة شاة يعني قيمة السبع مثلا قد تكون تصل إلى 700 درهم، وقيمة الشاة 200 درهم. ماذا يجب عليه؟ 200 درهم. لا يتجاوز، لا يتجاوز. هل هنا يتجاوز لك أن تقرأها؟ يعني هذا اختلف الشراح الهداية وكذلك شراح القدوري في ضبط هذه الكلمة. بعضهم تصلب وقال لا تقرأ إلا ولا يتجاوز قيمتها شاة بالرفع، ولا فائدة من هذا التصلب. لك أن تقرأها ولا يتجاوز بقيمتها، يتجاوز المحرم بقيمتها شاة. لذلك الشيخ العيني قال يصح الوجهان في البناية، قال يصح الوجهان. فتقييد ضبطها بأنها شاة يعني بالرفع لا وجه للتقييد. قال ولا يتجاوز بقيمتها شاة. لما؟ قال لأن قتله إنما كان حراما موجبا للجزاء باعتبار إراقة الدم. هو لما قتل هذا الأسد أو الضبع أو الذئب وغير ذلك قتله كان حراما موجبا للجزاء باعتبار أنه أراق دمه، باعتبار أنه أراق دمه، لا باعتبار إفساد اللحم، أن هذا لحم لا يؤكل بالأصل لأنه غير مأكول. وبإراقة الدم لا يجب إلا دم واحد. أما في مأكول اللحم لو أنه قتل غزالا أو نعامة، أما في مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضا، فصار في عندنا كأنه جنايتان، وجناية واحدة ولكن لها جانبان، جانب إراقة الدم وجانب إفساد اللحم، فتعلق الجزاء بالقيمة ككل. أما بالنسبة للسباع له جانب واحد وهو إراقة الدماء، فتعلق الجزاء بجانب واحد وهو إراقة الدماء. والقربة تحصل بإراقة دم من؟ الشاة الهدي. قال فتجب قيمته بالغة ما بلغت إذا كان المقتول مأكول اللحم. قاضي خان في شرح الجامع قال وإن صال يعني وثب السبع على محرم ولا يمكنه ولا يمكن المحرم دفعه إلا بقتله أو دفعه، ولا يمكن المحرم دفعه، دفع الصيد، دفع الصيد إلا بقتله، فقتله فلا شيء عليه، لأن المحرم يعني ممنوع عن التعرض للصيود، لا عن دفع الأذى عن نفسه، ولهذا كان مأذونا في دفع متوهم الأذى كما في الفواسق، كما في الفواسق، إن قتل الفواسق أبيح ليه؟ لدفع الأذى المتوقع حصوله، فأبيح له أن يقتلها وإن يعني لم تبادره بالأذى، أبيح له أن يقتلها، فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق أو لا. ومع وجود الإذن من الشارع، الشارع هو الذي أذن لك الآن أن تقتل، قال ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء، يعني لا يجب الجزاء، انتهى عندكم هداية. تتمة العبارة عند الكتاب الهداية لا يجب الجزاء حقا له، للشارع يعني لا يجب الجزاء حقا له، يعني حقا للشارع. ليه؟ لما لا يجب الجزاء؟ لأنه سقط بإذنه، لسقوطه بإذنه، إلا إن قيد الإذن
بالجزاء إلا إن قيد الإذن بالجزاء، فما لم يقيد الإذن بالضمان أو الجزاء لا يجب. نعم، لذلك قلنا وذكر الفقهاء أن المحرم لو اضطر إلى حلق رأسه ماذا يجب؟ يجب عليه الجزاء. الشارع أذن له، أذن له بحلق رأسه إن كان فيه علة، في مرض، في قمل، ولكن أذن له مع الكفارة، أذن له مع الكفارة. هنا الشيخ ماذا قال أحبابنا؟ قال وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. الله. طيب، هنا في مسألة الله. طيب الآن أذكرها إن شاء الله. قال وإن اضطر المحرم، وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم صيد، حاول اذكرها المسألة، وإن صال السبع على محرم ولا يمكنه دفعه إلا بقتله. طيب إن شاء الله أذكرها. طيب قال وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد، صار في وقع في مخمصة في جوع وبين يديه الآن صيد فقتله ليأكله، ما الحكم؟ قال فعليه الجزاء، فعليه الجزاء، لأن الأذى مقيد بالكفارة بالنص، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى، أو به أذى من رأس ففدية من صيام، فالجوع نوع من أنواع الأذى الذي وقع بك، فأردت الآن أن تزيل هذا الأذى عنك فقتلت صيدا وأكلته، وجب عليك الجزاء، وجب عليك الجزاء. نعم نعم. أحسنت أحسن أحسنت، لأن الإذن كل عند الكل، هذا الكلام أن إذن، لأن الأذى عندكم مقيد بالكفارة بالنص. أنت ما هي نسختك؟ أنت نسخة الإذن عندك، الإذن هذا أفضل. أنت الأذى، نسخة الشيخ محمد جمعة ما هي مكتوب؟ الأذى، الأذى الصواب الإذن. أي نسخة؟ أيوة، إحنا على كل نرجع إن شاء الله تعالى لكتاب الهداية فنصحح العبارة من كتاب الهداية. فهو الصواب الإذن، الأفضل الإذن. أي نعم، أن يكتب عندك أنت نسخة الإذن ولعله الصواب، لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص. هنا هنا عندنا مسألة نص عليها الشيخ في البحر، الشيخ ابن نجيم، أن العلماء اختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى في حالة المخمصة عنده صيد، هل يقتله ويأكل منه، أو عنده ميتة هل يقتل يأكل من الميتة؟ لأن المحرم، انتبه لما اختلفوا أحبابنا العلماء في ذلك، قال لأن المحرم عندما يصطاد شيئا ويقتله، اصطاد غزالا وقتله، غزالا ثم ذبحه، هذه الذبيحة ما حكمها؟ ميتة، لا تباع ولا تشرى ولا ينتفع بها لا حلال ولا حرام ولا محرم، هذه ميتة. فإذا عندي الآن أنا صيد سينقلب إلى ميتة، وعندي ميتة جاهزة،
وأنا في حالة مخمصة، فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ فمن الفقهاء من قال يا يأكل من الصيد ويؤدي الجزاء ولا يأكل الميتة، وهذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. لما؟ قال لأن حرمة الميتة أغلظ. السؤال الآن كيف تقول أغلظ وذاك الغزال سينقلب إلى ميتة إذا ذبح؟ قال انقلابه هنا إلى ميتة إذا ذبح لأمر عارض، لأمر عارض هو كوني محرما، ولو أنه ذبحه حلال لا يكون ميتة، لا يكون ميتة، فهنا صار ميتة لأجل الإحرام. أما هناك صار ميتة لأنه هو مات بدون زكاة شرعية، فالميتة الحرمة فيها أغلظ من أكل الصيد، لذلك يأكل من الصيد، يأكل من الصيد ويدفع الجزاء. القول الثاني، القول الثاني أن المحرم إذا اضطر إلى ميتة أو إلى صيد قال يأكل من الميتة. قول الأول هو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، القول الثاني رواية عن أبي حنيفة ومحمد، عن أبي حنيفة ومحمد، وهذا الذي رجحه كثير من الفقهاء وقووه بأن المعتمد أنه يأكل من الميتة. ولكن قلب الواحد منا سبحان الله يميل إلى القول الأول، أنا أمامي ميتة آكل منها أم آتي بصيد وأذبحه آكل منه؟ فيعني المرجح قول أبي حنيفة ومحمد في الرواية الثانية، ولكن القول الأول والله تعالى أنا وقد رجحه بعض الفقهاء، يعني اعتمده بعض الفقهاء. قال ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبطة، فتح الباء، الكسكرية بفتح الكافين نسبة إلى كسكر، قال في المغرب ناحية من نواحي بغداد، وإليها ينسب البط الكسكري، وهو مما يستأنس به في المنازل، وطيرانه كالدجاج، أي لا يعني قصده بذلك أنه لا يمتنع بالطيران. الدجاج مهما طار وارتفع أكثر من متر أو مترين، إن كان دجاجا قويا يعني مرفه مربى تربية غالية يمكن أن يتجاوز 3 أمتار ولا أظن، يعني لا يستطيع أن يطير، لأن هذه الأشياء ليست بصيود لعدم التوحش. أما البط الذي يطير، وهذا أنواع البط الطائر كثير كثير أنواع، فهذا جنس آخر وهو من الصيود لأنه يمتنع بالطيران كسائر الطيور. قال وإن قتل، أي المحرم يعني حماما مسرولا بفتح الواو، في رجليه ريش كأنه سراويل، ألوف مستأنس بطيء النهوض للطيران، قال أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء، قال لأنها صيود في الأصل متوحشة بأصل الخلقة فلا يبطل بالاستئناس العارض، يعني لا يبطل التوحش أو لا يبطل اعتبار الصيدية، لا يبطل التوحش أو لا يبطل اعتبار الصيدية بالاستئناس العارض، كالبعير إذا ند، عندك جمل وهرب، هذا بالأصل فيه مستأنس، هو مستأنس، فهل ينقلب إلى صيد؟ لا ينقلب إلى صيد، فإنه لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم. لما؟ قال لأن الندود لا يخرجه عن كونه مستأنسا، عن كونه أهليا، ليس متوحشا. قال وإن ذبح المحرم صيدا، وإن ذبح المحرم صيدا مطلقا
وإن ذبح المحرم صيدا مطلقا. ماذا يعني مطلقا؟ يعني سواء كان صيد الحرم أو كان صيد غير الحرم، مطلق الصيد ذبحه هذا المحرم، أو الحلال ذبح الحلال غير المحرم ذبح صيد الحرم. الحلال له أن يذبح صيد غير الحرم، ولكن ممنوع عن ذبح صيد الحرم. قال: فذبيحته ميتة لا يحل أكلها لأحد، يعني قال من محرم أو حلال انتهى، هي ميتة. قال: ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال من حل، يعني لا من الحرام، أما لو اصطاده الحلال من الحرام فهو ميت كما قلنا قبل قليل. قال: ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال من حل، أو ذبحه حلال من حل، إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده، سواء اصطاده الحلال لنفسه أو اصطاده للمحرم، يعني هو كرم أخلاق تطوع واصطاد الحلال صيدا من خارج الحرم وقدمه هدية للمحرم، لا شيء في ذلك، حيث لم يكن له للمحرم فيه في هذا الصيد صنع. طبعا وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء، حلال ذبح صيد حرم وجب عليه الجزاء. قال: بقدر قيمة الجزاء يتصدق به على الفقراء، يتصدق به على الفقراء، لأن هذا الصيد أحبابنا يستحق الأمن باعتبارين: باعتبار كونه في الحرم، وباعتبار الإحرام. الصيود بشكل عام تستحق، إن كان خارج الحرم الصيد يستحق الأمن باعتبار الإحرام، إذا كان داخل الحرم استحق الأمن باعتبار الحرم وباعتبار الإحرام. لذلك سيختلف الآن الحكم فيما لو أن ذبح صيد الحرم المحرم أو الحلال، يختلف الحكم. قال: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء بقدر قيمة ذلك الصيد يتصدق به على الفقراء، يتصدق به على الفقراء. هل قد يقول قائل قلت إن صيد الحرم استحق الأمن باعتبارين: الحرم وباعتبار الإحرام، فإذا قتل الصاد أو قتل المحرم صيد الحرم يجب عليه الجزاء، كان ينبغي أن يجب عليه جزاءين أو جزاءان، لما قلتم بجزاء واحد؟ قال: لأن حرمة الإحرام، حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم، أقوى من حرمة الحرم، فاندرج الأضعف في الأقوى، ونص على ذلك الشيخ ابن نجيم في البحر، والله تعالى أعلم. نعم. صيد الحرم لا يجوز أكله سواء كان الصائد أو القاتل محرما أو حلالا، وإن كان حتى في مخمصة، قلنا في المخمصة في قولان عندنا في حالة المخمصة، قلنا القول الأول قول أبي حنيفة مع أبي يوسف أنه يقدم قتل أكل الصيد ولكن مع الجزاء،
والقول الثاني قول أبي حنيفة رواية عن أبي حنيفة وقول إمام محمد أنه يقدم أكل الميتة، وهو الذي رجحه كثير من العلماء. ثم بعد ذلك الشيخ الآن فرق بين قتل المحرم للصيد وقتل الحلال صيد الحرام. يعني المحرم يقتل الصيد، فهناك فرق بين قتل المحرم للصيد وبين قتل الحلال لصيد الحرام. كيف؟ مر معنا أن المحرم في قتل الصيد يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم. أما بالنسبة للحلال، إن قتل صيد الحرم ليس له إلا الصدقة، لا يستطيع أن يصوم عوضا عن الصدقة. واضح؟ هذا فرق بينهما. لما هذا؟ ذكر الآن، بين، قال ولا يجزئه هنا الصوم. يجزئه هنا لمن؟ للحلال. أما المحرم إذا قتل صيد الحرام أو صيد غير الحرام يجزئه أن يصوم، له أن يصوم. قال ولا يجزئه هنا الصوم لأنها غرامة، يعني لأن قيمة الصيد هنا بالنسبة للحلال غرامة مالية، غرامة وليست بكفارة، وليست بكفارة، فأشبه ضمان الأموال، فأشبه ضمان الأموال. يعني أنا مثلا غصبت منك هذا النقال واستعملته وهلك، هل لي أن أصوم عوضا عنه 3 أيام وأقول لك وهبتك ثوابه؟ مشكلة هذه، هذه مشكلة. فقال فأشبه ضمان الأموال. طيب. قال وإن قطع حشيش الحرم محرم أو حلال. الأصل أحبابنا أن الحشيش اللي بتعرفوه، أو عفوا اللي بتسمعوا عنه، ما أحد منكم بيعرف الحشيش أظن. مرة يا أحباب نحكيكم قصة صارت معي. كنت أنتقل من بيت إلى بيت آخر في الشام، وبين البيتين قرابة تقريبا 40 كيلومتر. فوضعت عفشي، العفش كله في البيت، سيارة كبيرة شحن، نسمى عندنا في الشام شحن، سيارة نقل يعني كبيرة. وضعت العفش كله وجلست، وهي عريضة كبيرة السيارة، وجلست إلى جانب السائق، والسائق أنا أعرفه يعني هو أخي يعمل حلاق، هو يحلق عنده، وإنسان على خلق وأديب يعني شيء جميل، اسمه أبو إبراهيم. قال لي تعال يا شيخ. أول شيء سألني، قال لي شيخ أنت ستترك المكان الآن، هل منزعج من أحد؟ تقول في شخص متضايق منه. قال لي دلني عليه الآن حتى أذهب وأقتله. قلت له الله أكبر، تقتل شخصا لأنه أزعجني؟ وبدأ يتكلم. قلت له لا خلاص سامحته، لا أريد أن تقتله. ركبنا بالسيارة أحبابنا، وأوصلني إلى بيتي 40 كيلومتر تقريبا، وشوارع ومرتفعات، وشيء يعني الطريق كان هو الطريق كان يعني ليس سهلا. وأنزلنا العفش إلى البيت وانتهينا. بعد 4 أيام 5 أيام قرر هذا الإنسان أن يأتي إلى زيارتي. طبعا هو في منطقة عندنا قريبة جدا من بيته تسمى نهر السيدة عائشة. عندنا في الشام منطقة اسم السيدة زينب، فيها مقام السيدة زينب، فأهل الشام نكاية بالشيعة سموا منطقة ثانية السيدة عائشة، السيدة عائشة. فالمهم في منطقة اسم السيدة عائشة هو يسكن فيها. فجاء لعند أخي وقال له أنا أريد أن أزور أخاك لنبارك له بالبيت الجديد. قال له إن شاء الله عندما يصبح لدي وقت. المهم قال له بيت أخي بعيد. قال له كيف بيت أخيك بعيد؟ ألم ننزل أخاك في نهر عائشة؟
يعني في المكان الذي بجواره، وبين المكان الذي انتقلت إليه إلى منطقة نار عيشة 10 كيلومتر، يعني تقريبا في 30 كيلومتر فرق. قال له لا أخي يسكن في المنطقة الفلانية. قال له والله كل فكري نزلناه بنار عيشة. قال له إبراهيم شو؟ قال له والله كنت حاطط الحشيشة بتمي ومالي حاسس أبدا، واضع الحشيشة كان بفمه ويمشي تقريبا 40 كيلومتر وهو يقود السيارة ومعه أناس وهو لا يعلم ما يدري حوله. الله أكبر. فالتقيت به فأقسم لي أنه يذهب من محافظة دمشق إلى محافظة دير الزور تقريبا تحتاج إلى 12 ساعة متواصلة. قال لي وأنا أضع الحشيش بفمي وأنا غائب عن الوعي تماما، لا أعي أنا الحشيش بفمي وأذهب. فقلت له يومها يا أبا إبراهيم إن تركت الحشيش، أنا ما كنت أعرف أنه يحشش، وإنسان أديب أديب جدا جدا، والتزمت لأخذنك إلى العمرة على حسابي. هنا والحمد لله تاب من فضل الله من 10 سنوات أو 15 سنة وذهب إلى العمرة واستقام أمره بعد ذلك من فضل الله. المهم هذا الحشيش الذي جاء على ذكره، فأنا رأيت الحشيش أرانيه، لهذا هو الحشيش الذي يعني يشربه الناس، فأسأل الله السلامة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فالمراد بهذا الحشيش الذي يأكله البهائم وليس الذي يأكله الناس أو بعض الناس. من يومين شاب عمره 10 سنوات أظن واضع ورق حشيش، هذا يشرب حشيش، لما شافني الشيخ مررت أمامي عمل هكذا ونفخ هكذا كأنه يفتخر بذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مسكين، هذا مسكين، ضيعه أهله ضيعه مجتمعه، والله ما يتجاوز أظن 10 سنوات عمره، ما يتجاوز 10 سنوات وهو يحشش. بعد 20 سنة هذا يوك ما في شيء. هي كلمة تركية، كلمة يوك شو؟ كازاخي هذه؟ طيب يعني معناها ما في شيء، معناتها فارغ تمام. فإذا قطع حشيش، طيب الذي ساقنا إلى هذا الحشيش، الأصل أحبابنا يطلق ويراد هو يطلق على اليابس، يطلق على اليابس هذا، ولكن الفقهاء قد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، الفقهاء قال يطلقون الحشيش على الرطب، وهذا من باب المجاز، من باب المجاز. أما الشجر فهو يطلق على القائم، يطلق على القائم، أما لو كان غير قائم فيسمى حطبا ولا يسمى شجرا. قال وإن قطع حشيش الحرم محرم أو حلال أو شجره، يعني قطع شجر الحرم، قال الرطبة ليس بالذي ليس بمملوك، ليس ملكا لأحد، قيد فيهما، يعني قوله ليس بمملوك قيد في الحشيش وفي الشجر، لأن هذا الشجر الذي شجر الحرم الذي لا ينبته الناس عادة كما سيأتي معنا. قال وكذا قوله ولا هو مما ينبته الناس، هناك أشجار، هناك حشائش، أعشاب تنمو الناس لا تنبتها، قال كالشيح أو كالشيح عفوا ونحوه، فعليه قيمته. لو أن مثلا هذا الشيح أو هذا الشجر الذي لا ينبته الناس عادة ينبت بنفسه هكذا نبت في أرض إنسان، نبت في أرض إنسان فقد ملكه، ولكن لا يجوز له أن يقطعه، فجاء إنسان وقطعه، سيأتي أظن الكلام عن هذا، يلزمه قيمته ليغرم قيمته للمالك. قال وكذا قوله ولا هو مما ينبته الناس، يعني وكذا قوله قيد في الحشيش والشجر، كذلك الحشيش والشجر ينبغي أن يكون مما لا ينبته الناس عادة، فعليه قيمته كما تقدم. طبعا هنا أحبابنا وجبت القيمة، وجبت إنما وجبت قيمة الحشيش أو قيمة الشجر، لأن حرمة الحشيش وحرمة الشجر إنما ثبتت بسبب الحرم،
ثبتت بسبب الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذلك في حديث في صحيح مسلم يقول: لا يختلى خلاها، يعني عشبها، ولا يعضد يقطع شجرها. فحرمة هذه الأشياء ثبتت بسبب الحرم، فتجب فيها القيمة ولا يجزئ عنها الصوم، لا يجزئ عنها الصوم. كما أن الحلال إذا قتل صيد الحرام ما الحكم؟ يجب القيمة ولا يقوم مقام القيمة الصوم، لأن الحرمة ثبتت لأجل الحرم لا لأجل شيء آخر. فهنا كذلك يتصدق بقيمة هذا الشجر، يتصدق بقيمته كذلك على الفقراء. قال الفقهاء: بعدما قطع هذا الشجر، شجر الحرم أو حشيشه، قطعه بعدما أدى وتصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، قال: يملك هذا القاطع هذا الشجر وهذا الحشيش، يدخل في ملكه، ولكن يكره له بيعه بعد القطع. يعني هو يملك أن ينتفع، ولكن يكره له تحريما أن يبيع هذا الحشيش أو هذا الشجر. لما يكره؟ قال: لأنه ملكه ببيع، ملكه بسبب محظور. هذا أمر. الأمر الثاني: كي لا يتخذ هذا الأمر واسطة وسيلة للتعدي على حقوق الحرم، فيصير الإنسان يقطع ويتصدق مثلا بعشر دراهم قيمة للطعام ويبيعه بعشرين وثلاثين، فيكره له هذا الأمر. الشجر الأراك هذا لا ينبت في الحرم، خارج الحرم، خارج الحرم. فلو كان ينبت في الحرم لا يجوز، لا يجوز ذلك. هنا أعيد فأكرر أحبابنا، هذا الشجر الذي لا ينبته الناس عادة، لو نبت في ملك رجل فقام محرم فقطعه أو حلال فقطعه، ماذا يجب؟ أنا عندي أرض في مكة نبت فيها شجر مما لا ينبته الناس، فجاء رجل حلال أو حرام فقطعه، ماذا يجب عليه؟ قيمتان، يجب عليه قيمتان، قيمة للتصدق جزاء، وقيمة لمالك هذا النبات. وهذا على قول من؟ على قول أريدكم أنتم أن تعرفوا الجواب. أعيد السؤال، لما؟ ماذا قال محمد؟ لا نظر فيها. انتبه، أنا عندي الآن أرض في مكة نبت فيها شجر مما لا ينبته الناس عادة، جاء إنسان وقطع هذا الشجر في هذه الأرض التي هي في مكة، انتبه، أرض في مكة ملكتها، اشتريتها، نبت فيها شجر مما لا ينبت عادة، فجاء رجل فقطعه، وجب عليه قيمتان، قيمة الجزاء وقيمة لمالك الأرض. هذا على قول من؟ ما تعرفون. طيب أعطيكم الجواب. أول شيء، هل يجوز تملك أرض الحرم أو لا يجوز؟ لا يجوز. فكيف نقول إذن ملكت أرض الحرم؟ كررتها ثلاث مرات عندكم، أرض قد تملكتها، أرض الحرم لا يجوز تملكها عند أبي حنيفة، فهذا القول ملغي تماما عند أبي حنيفة. أما عند الصاحبين يجوز تملك أرض الحرم، فهذا على قول الصاحبين، هذا على قول الصاحبين. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله؟ ثلاث جرائم؟ الله أكبر. لا، فقط هو محرم وفي الحرم، بس فقط انتهى. أنت أستاذ بدك
تريد أن تكثر عدد الجرائم في البلد؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال وقيدنا بالرطب لأنه لا شيء بقطع اليابس منهما. حشيش الحرم هل يجوز رعيه؟ لا يجوز رعيه إلا على قول أبي يوسف، ولكن قالوا قال أبي يوسف رواية مرجوحة ضعيفة لا يلتفت إليها، وإن كان قواها البعض حشيش الحرم. قال وقيدنا بالرطب لأنه لا شيء بقطع اليابس منهما، لا شيء بقطع اليابس منهما، لأن هذا اليابس ليس بنام، فأشبه الميتة، أشبه الميتة. يعني لو أنك وجدت غزالا ميتا في أرض الحرم فأتيت بكلبك كلب الحراسة وأطعمته من هذه الميتة لا شيء عليك. قال وكل شيء فعله القارن، من هو القارن؟ الحج والعمرة، بين الحج أو بين العمرة والحج، بين العمرة والحج. قال وكل شيء فعله القارن بين الحج والعمرة مما ذكرنا أن فيه على المفرد بسبب جنايته على إحرامه دما، فعليه أي على القارن دما لجنايته على إحرامين، يعني على إحرام الحج وإحرام العمرة، فيجب عليه دم لحجته ودم لعمرته، وكذا الصدقة، يعني وكذا ما يجب فيه الصدقة. طبعا هذا الحكم كذلك المتمتع، المتمتع الذي أحسن الذي يسوق الهدي، لأن المتمتع الذي يسوق الهدي لا يتحلل من إحرامه، وكذلك لو كان لم يسوق الهدي أثناء تمتع قبل أن لا المتمتع لا انتهى، المتمتع الذي لا يسوق الهدي ينوي العمرة فقط. قال فيلزم دم وقال إلا أن يتجاوز، إلا أن يتجاوز يعني القارن أو مريد القران الميقات من غير إحرام ثم يحرم داخل الميقات، يحرم يعني في الحل بعد الميقات، يحرم بالعمرة والحج معا ينوي القران يعني، فيلزم دم واحد، يلزمه دم واحد. لما؟ قال لكونه عند المجاوزة لما جاوز الميقات جاوزها وهو غير قارن، لمجاوزة لأن كونه عند المجاوز غير قارن، والواجب عليه إحرام واحد، وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد. حتى قال العلماء الصورة التي يجب بسببها على القارن، على القارن دمان بسبب المجاوزة، هو إذا جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ولم يرجع، انتبه ولم يرجع وتابع، الآن وجب عليه الدم، ثم دخل إلى مكة فنوى العمرة وجب عليه دم ثان. ليه؟ لأنه لما صار دخل مكة الآن صار من أهل مكة، وجب عليه أن يعود إلى الحل ليحرم للعمرة، فلما لم يعود إلى الحل وجب عليه دم آخر لأنه أحرم إحراما ثانيا. هذه الصورة يجب فيها على القارن إذا تجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات، إنما أحرم في الحل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله أستغفر الله. قال وقيدنا الإحرام بداخل الميقات، قال إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم داخل الميقات، يعني لم يرجع إلى الميقات. وقيدنا الإحرام بداخل الميقات لأنه إذا عاد إليه إلى الميقات أو إلى أقرب المواقيت، عاد إليه قبل الطواف قبل أن يشرع في الطواف وجدد الإحرام، يعني حتى لو وصل إلى مكة، وصل إلى مكة كان ناويا نوى أو لا لم ينوي بعد،
لم يحرم بعد، دخل مكة، وصل إلى مكة ولم يحرم بعد، ولم يحرم بعد، فعاد إلى الميقات وأحرم من هناك، سقط عنه الدم. قال وجدد الإحرام، حتى أذكر ولو أحرم، ولو أحرم ما دام لم يشرع بالطواف، وهذا مر معنا، ما دام لم يشرع بالطواف، ما دام إذا رجع إلى الميقات عاد ملبيا، عاد ملبيا وجدد الإحرام من الميقات، سقط عنه الدم. قال وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد، في قتل صيد واحد فقط، يعني واحد يرمي السهام والثاني يعطيه النبال، يستعينان أحدهما يعين الآخر، قال في حرم أو حل كان القتل والمشاركة سواء كان في الحرم أو في الحل، فعلى كل واحد منهم الجزاء كاملا، لأن كل واحد منهما جنى على إحرام كامل. وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد. انتبه ليه؟ هناك الجناية على ماذا؟ على الإحرام، والإحرام متعدد، هنا الجناية على ماذا؟ على الحرم، والحرم واحد. قال فعليهما جزاء واحد لأن الضمان هنا لحرمة الحرم، فجرى مجرى ضمان الأموال، فجرى مجرى ضمان الأموال. يعني مثلا أنا والشيخ عبد الله غصبنا شاة وذبحناها وأكلناها في العافية إن شاء الله، وبعد ذلك أردنا أن نضمن هذه الشاة، هل هو يضمن شاة وأنا أضمن شاة؟ لا، أنا وهو نشترك في ثمن هذه الشاة وندفع ثمنها. قال فيتحد يعني الجزاء باتحاد المحل، لأن المحل هنا واحد. قال كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة وعلى كل واحد منهما كفارة، لأن الكفارة حق الشرع وهي متعلقة بالجاني، متعلقة بالجاني هداية. قال وإذا اشترك محرم وحلال، محرم وحلال بالقتل، فعلى المحرم الجزاء الكامل أنه جنى على إحرامه، وعلى الحلال النصف جوهرة. لمن نصف؟ لما تقلنا قبل قليل أن الضمان في حق الحلال لحرمة الحرم، وهو يقتسمها مع المحرم، فيأخذ هو نصف والمحرم نصف، فيقع عليه فقط نصف الجزاء، فيقع جزاء ونصف، نصف يتحمله الحلال والجزاء كاملا يتحمله المحرم. قال وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه، يعني اشتراه، أي اشتراه، فالبيع باطل. لما؟ قال لأنه لا يملك، يعني الصيد بالاصطياد، لا يملك الصيد بالاصطياد، فكذا بالبيع، فكذا لا يملك بالبيع. طبعا الشيخ لما قال وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل، أطلق البطلان، أطلق البطلان، فشمل ذلك ما إذا كان العاقدان محرمين أو أحدهما محرم والآخر حلال، فالبيع، بيع المحرم باطل حرام، بيع المحرم باطل مطلقا، يعني بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا، بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا. نعم. كذلك شراء المحرم، شراء المحرم باطل وإن كان البائع حلالا، يعني حلال اصطاد في الحرم وباعه لمحرم، باطل، باطل كذلك هذا البيع. الله. لا إله إلا الله.
قال فلو صاده حلالا، يعني صاده حالة كونه حلالا وباعه محرما قبل أن يحرم وهو خارج الحرم، اصطاد صاده وهو حلال وباعه محرما ثم باعه ثم أحرم بعد ذلك، يعني وهو في الميقات اصطاد، وبعد أن اصطاد نوى الإحرام وباعه، باعه طبعا هنا باعه لمن؟ لرجل حلال، قلنا لا يجوز أن يبيعه لرجل محرم، باعه لرجل حلال. ما الحكم؟ قال فالبيع فاسد، فالبيع فاسد. أما لو كان المشتري محرما فلا يصح، لابد أن يكون المشتري هنا حلالا، لابد أن يكون المشتري حلالا. قال نعم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يأتي معنا هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، يعني البيع الفاسد والبيع، أن البيع الفاسد له شروط أن تحققت فيه أوصاف. قال وبعكسه جائز جوهرة، كيف يعني بعكسه؟ يعني ما لو اصطاده وهو محرم وباعه وهو حلال. هنا لابد أن نفرق أحبابنا، حتى بعض الناس ظن أن هذا الأمر صعب، أن هذا غير متصور في الذهن، لا هو متصور وسهل جدا إذا فهمنا المسألة. لابد أن نفرق بين الصيد والقتل، بين الصيد والقتل. أنا اصطدت غزالا وربطته صار معي هو عقيد الحياة، اصطدته وأنا محرم وبقي الآن في قبضتي، وبعد أن صرت حلالا فككت الإحرام بعته، بعته نعم. قال وبعكسه جاز، جاز البيع. أما انتبه، أما لو قتلت الصيد وأنا محرم وحبسته عندي وبعد أن صرت حلالا بعته، هل يصح هذا البيع؟ لما لا يصح؟ أحسنت، لأنه ميتا. واضح الكلام؟ إذن فالمسألة متصورة. قال وبعكسه جاز جوهرا. باب الإحصار، كم بقي لصلاة العصر؟ نعم تفضل. فلو صاده حلالا طبعا خارج الحرم هنا، أما داخل نعم، لأنه باعه لمحرم، باعه وهو محرم، ملكه، ملكه بسبب غير مشروع. لا، فباعه وهو محرم، لما أنا اصطدته الآن، فلو صاده حلالا وباعه وهو محرم، أنا لما الآن اصطدته، البيع الآن، البيع تفويت هذا الصيد الذي الآن موجود معي، هو الآن أستطيع أنا أن أعيده إلى حريته، فلما بعته، لما بعته هذا فيه تفويت لأمن هذا الصيد، يعني كان فيه عرضة أن أبقيه وأن أطلقه. والمحرم كما قلنا قبل قليل، المحرم جميع أفعاله ممنوع منها التي فيها تعرض للصيد، فلما اصطدته الآن وأنا حلال، اصطدته وأنا حلال، فأي نوع أتعرض فيه لهذا الصيد بعد الإحرام أنا ممنوع منه. لذلك ماذا قال؟ قال فالبيع فاسد، ما قال البيع باطل، هذا البيع فاسد وليس باطلا، هذا البيع فاسد، لا البيع الفاسد يأتي معنا مولانا. البيع الفاسد أول شيء يترتب عليه أخطاء أشياء كثيرة. البيع الفاسد نوع من أنواع الربا، أنت عندما تبيع بيعا فاسدا المال الذي أخذته أنت هذا ربا، هذا أمر. الأمر الثاني، البيع الفاسد يجب على كلا العاقدين فسخه، يترتب عليه أشياء. ثم قال باب الإحصار. نعم. إذا قتل حشيش المحرم، إذا قتل حشيش الحرام ثم باعه، هذا البيع فاسد
بيع مكروه. بيع هذا مكروه. ليه؟ لأنه لما أدى قيمته، لما أدى قيمته كانت هذه القيمة كالبدل عنه. لما تصدق بقيمته كان كالبدل عنه. فلذلك قلنا البيع صحيح ولكنه مكروه تحريما، مكروه تحريما. طيب نقف أحبابنا عند باب الإحصار. أنا كنت متوقع اليوم سبحان الله نقرأ كتاب الإحصار كاملا. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعفو عنا بإصرار الفاتحة.